بسم الله الرحمن الرحيم. اللير 3 اسر تشانل ده اللي كان اللاب اللي بقالنا من المره اللي فاتت. اللير 3 اسر تشانل ان انا دلوقتي عايزه ان انا اقوم اسر تشانل ما بين تو سويتشز وبعد كده احولهم للير 3، يعني راوتد انترفيسز عن طريق امر نو سويتش بورد. يعني لما جيت تحت اي انترفيس اساسا نوع لير 2 وجيت قلت له شو انترفيس اي بورد مثلا على سويتش 1 شو انترفيس اسر 3 او 1/3 سويتش بورد، هلاقي ان الديفولت اساسا ان هو شغال سويتش بورد انيبلد. يبقى ده معناه ان البورد ده لير 2 بورد، انا ممكن ان انا احوله لراوتد بورد وكمان اقوم عليه الاسر شانل. تمام، كل اللي انا عملته بس ان انا قومت ترانكينج ما بين الاثنين، قومت ترانكينج ما بين الاثنين ما بين سويتش 1 وما بين سويتش 3. ده نوعه هنا ديزايربل، وعلى سويتش 3 هنا سبته على الديفولت يبقى اوتو شو انترفيس ترانك. المفروض ان الترانك جاي، نقوم بقى الاسر تشانل عليهم انترفيس رينج اسر 3/1 واسر 1/3. تمام، هقول له تشانل جروب، نستخدم اي رقم كده مثلا للتشانل جروب، واقول له ان المود بتاعي سي مثلا هستخدم اكتف. Invalid group slot number common rejected. طيب نجربه على انترفيس تاني، انترفيس رينج بلاش ده، نلغي اللي انا عملته. تمام، ونو انترفيس بورت شانل 100 عشان لو كانت كاريت. تمام، شانل 100 هو اوريدي ما كانش لاحق كريت. تعالوا نجربه مثلا ما بين، هي المشكله مش في الرقم، المشكله كده في هاردوير. طالما اساسا قايل لي الكلمه دي بيقول لي اساسا ان السلوت نفسه مش valid، رغم ان انا اوريدي مكريتاه دلوقتي valid 3/1 و1/3، بيقول لي ان السلوت ذات نفسه اساسا مش valid. تمام، طيب نكريته دلوقتي مثلا ما بين سويتش 1 وسويتش 4، انترفيس رينج اسر 1/0 اسر 0/1. لو قومت هنا عليه ماشي مش مشكلة، نقول له هنا تشانل سويتش سويتش بورد ترانك encapsulation dot one q switch port mood trunk على switch 4، اتاكد ان حصلت trunking. show interface trunk، حصل trunking اهو. تمام، لو جيت دلوقتي على switch 1 هقول له channel group زي مثلا ان رقمه 50، نبعد خالص عن الارقام اللي هو مش قابلها دي. تمام، ونقول له ان المود اكتف ات فيلد اون انترنت. نكمل ونشوف ده ماله. ملهاش علاقه يا جماعه، ملهاش علاقه. يعني انتوا لو عايزين دلوقتي ان انا استخدم رقم تاني، حاضر. تمام، نقومها تاني برقم 8 مثلا، ولو جيت دلوقتي على سويتش 4 استخدم انترفيس رينج اسر، كان اسر كام؟ 1/0 0/1. واحد على زيرو، واقول له هنا تشانل جروب اللي رقمه والمود بتاعي باسيف. لا بجد استخدمت رقم 8، سمعت الكلام اهو، استخدمت رقم 8. تمام، المفروض دلوقتي هيبداوا يعملوا نيجوشيشن مع بعض، والمفروض ان هم هيبداوا يشتغلوا ما بين سويتش 1 وسويتش 4.
كان قايل لي طبعا في الاول ان هو الريموت بورت مش انيبلد عليه بروتوكول اللينك اجريجيشن كنترول بروتوكول. احنا اتفقنا ان عيب الدايناميك انه بيستنى بس كام ثانيه كده في الاول لغايه ما يشتغل. شو اسر شانل سامري بدا يقوم اهو السيو وعلى سويتش 1 طلع لي سيس لوج ام وبدا فعلا يشتغل. تمام كده المفروض ان الاسر شانل ام ما بين الاثنين. هو فعلا استخدمنا رقم اقل من 50 رغم ان دي حاجه غريبه لان المفروض اساسا هنا سامح لي بعدد شانل نمبر من 1 لغايه 255. فام نوت شور ازاي هو اساسا يديني رقم زي ده. ومش هي دي المشكله برضه، احنا كنا جربتها برقم 1 وكان عمل نفس المشكله. تمام ما علينا، المهم تعالوا نشوف المشكله اللي هتحصل قدامي ايه دلوقتي. طبعا الاسر شانل كده ام، لو انا حبيت دلوقتي ان انا اخلي الانترفيسز اللي قدامي دي راوتد انترفيسز هعمل ايه؟ قبل ما اعمل الكلام ده لو قلت له شو رانينج على الانترفيس بورت شانل احنا كنا استخدمنا رقم 8. لو تفتكروا كنا قلنا ان انا لما بكريت بورت نوع اسر شانل اللي هو بورت شانل بياخد كل الكونفيجريشن من الفيزيكال انترفيسز ويحطها تحت الانترفيس الوهمي اللي انا كريته. فعلا اخد كل الكونفيجريشن اهي سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو والمود ترانك. تمام طب انا دلوقتي عايزه ان انا احول الانترفيسز بتاعتي لنوعها راوتد انترفيس، يبقى هاجي على الانترفيس هنا على سويتش 1 واقول له ايه انترفيس رينج، انترفيس رينج، وبعد كده اقول له نو سويتش بورت انتر. لو استنيت كده شويه هلاقي الدنيا هتقع. لو قلت له شو اسر شانل سامري حالة الانترفيس ايه دلوقتي؟ داون. ليه حالة الانترفيس داون؟ طيب شو رانينج على الانترفيس بورت شانل 8؟ انا فعلا عندي هنا مشكلة. شو رانينج على الانترفيس اللي ما بينهم اللي هي اسر 1 اوفر 0؟ ايه اللي حصل؟ ايه المشكلة اللي انا وقعت فيها دلوقتي؟ انا كنت قمت الاول على انهي انترفيسز؟ انا قلت له نو سويتش بورت على 1 على 0 0 على 1 صح، اللي هو رابطني بسويتش 4 التو انترفيسز دول. تمام لما جيت انا قلت له شو رانينج كتب فعلا الامر بتاع نو سويتش بورت بس اي كونفيجريشن ريليتد بالشانل ضاعت. ولما جيت هنا قلت له شو رانينج على الانترفيس شانل الوهمي كل الكونفيجريشن لازالت موجوده. ايه اللي حصل تاني؟ لما انا دلوقتي بكريت اساسا الاسر شانل بيكريت لي انترفيس وهمي بياخد كل الكونفيجريشن اساسا من الانترفيسز الحقيقيه، يعمل لها داونلود للانترفيس الوهمي بس بعد كده خلاص. يعني دلوقتي بعد ما البورت شانل ام اي كونفيجريشن المفروض بعد كده هعملها على الانترفيسز الحقيقيه مش هيحصل لها ريبليكيت تحت الانترفيس الوهمي. فكان الصح كان المفروض اعمل ايه؟ اقوم الاول الامر بتاع نو سويتش بورت وبعد كده اقوم الاسر شانل. دي الغلطه اللي انا وقعت فيها دلوقتي ودي اللي وقعت لي الاسر شانل. طب ليها حل؟ ليها حل. ايه هو؟ بالترتيب اللي انا هقوله ده هنزل الاول على الانترفيس الوهمي اللي اتكريت واقول له نو سويتش بورت هو كمان، هقول له ايه نو سويتش بورت هو كمان، وبعد كده انزل تحت الانترفيسز الوهميه. خدوا بالكم لما انا قلت له دلوقتي شو رانينج قال لي ان هو ايه doesn't exist الكونفيجريشن عليه. فالحاجه اللي انا هعملها دلوقتي هقول له نو شانل جروب ان رقم 8 مود اكتف، هشيلها من الاسر شانل وارجع تاني احطها. يبقى تاني كان المفروض اساسا عشان المشكله دي ما تحصلش الانترفيسز الحقيقيه هقول لها نو سويتش بورت وبعد كده اقدر ان انا احولها لبورت شانل. تمام لو انا وقعت في الغلطه اللي انا وقعت فيها دي الحل ايه؟ هنزل تحت الانترفيس الوهمي اقول له هو كمان نو سويتش بورت وبعد كده انزل على الانترفيسز الحقيقيه اشيلها من الجروب وارجع احطها تاني. طبعا طلع لي هنا ايرور بيقول لي ان ال LACB not current او مش enabled على الطرف التاني. ليه؟ لان انا دلوقتي مقوماه على routed interfaces لكن السويتش اللي قصادي اللي هو سويتش 4 انا مش مقوماه على routed interfaces. فنحل المشكله دي تاني ازاي؟ هنزل تحت الانترفيس اللي هو طبعا لو جيت هنا تحت الانترفيس رينج زي ما اتفقنا وقلت له نو سويتش بورت هيحصل عندي مشكله. فهنزل تحت الانترفيس الوهمي اللي اتكريت واقول له نو سويتش بورت
وبعد كده انزل تحت الانترفيس رينج اللي هو اثر 1 على 0 و 0 على 1 وارجع تاني اشيلهم من شانل جروب اللي رقمه 8 المود اللي احنا كنا شغالين بيه هنا باسيف وارجع احطهم تاني في الجروب. لو استنيت ثواني كده المفروض يبدا يحصل نيجوشيشن ما بينهم تاني من اول وجديد والمفروض الاسر شانل يرجع تاني يقوم. شو اسر شانل سامري لسه هنا دلوقتي داون لسه ما حصلش اللي هو نيجوشيشن تمام. والار دي معناها ان هو راوتد. لو بصيت في الاكواد اللي فوق كده ار معناها ان هو راوتد انترفيس مش سويتشد انترفيس تمام. احنا قلنا قبل كده اس كابيتال معناها ان ده لير 2 لكن ار معناها ان ده لير 3. بدا يقوم اهو وقال لي فعلا ان هو راوتد واب حالته اب وبدا كده يشتغل تمام. طب انا دلوقتي قومت اسر تشانل ما بين سويتش 1 وسويتش 4 نوع راوتد انترفيس ازاي افيرفاي؟ جاست ان انا على فكره طالما حولته لراوتد انترفيس جاست ان انا ممكن تحت الانترفيس الوهمي اللي اتكريت اديله اي بي وبعد كده لو حبيت ما بينهم ان انا اشغل راوتنج بروتوكول واشغل الراوتنج بروتوكول على الانترفيس الوهمي. بمعنى انا اوريدي زي ما اتفقنا اتكريت عندي انترفيس وهمي دلوقتي فهنزل تحت الانترفيس الوهمي اللي اسمه بورت شانل 8 واديله اي بي ادرس هديله اي بي ادرس 10.1 تمام. وعلى ال R4 انترفيس بورت شانل كان برضو استخدمنا فيه رقم 8 وهقول له هنا اي بي ادرس 10 زي مثلا 4. لو جيت ابندج ما بينهم دلوقتي في كونكتيفيتي تمام. ممكن ان انا اشغل عليهم اي راوتنج بروتوكول عادي مفيش مشكله تمام. يعني انا دلوقتي كمان لو جيت هنا قلت له اي بي راوتنج عشان افعل الراوتنج هنا وافعل الراوتنج برضو على ار 4 واشغل او اف بي اف تمام. ممكن ان انا انزل تحت الانترفيس الوهمي اللي اتكريت سوري انترفيس بورت شانل 8 واقول له اي بي او اف بي اف 1 تبع اريا 0 ونفس الكلام بالظبط على سويتش 4 الانترفيس الوهمي اللي اتكريت اللي هو بورت شانل تمام 8 واشغل الاو اس بي اف. تو فيريفاي بقى لو انا جيت هنا قلت له شو اي بي راوت انتر عشان افيريفاي المفروض دلوقتي لو انا شغاله لير 2 اسر شانل المفروض لو جيت قلت له شو سبانينج تري ما اشوفش الانترفيسز الحقيقيه امال اشوف مين الانترفيس الوهمي اللي اتكريت. يبقى عشان افيريفاي لاير 2 اسر شانل بفيريفاي اساسا عن طريق امر شو سبانينج تري. عشان اتشيك على او افيريفاي على الراوتد لاير 3 تمام اللي هو اللاير 3 اساسا اسر شانل المفروض ان في الراوتنج تيبل ما اشوفش اساسا الانترفيسز الحقيقيه اشوف كل حاجه عن طريق بورت شانل 1. يعني لو انا جيت دلوقتي مثلا هنا على سويتش 4 وكريت انترفيس لوب باك زي مثلا 4 واديت له اي بي ادرس وقلت له هنا اي بي او اس بي اف 1 اريا 0 لو جيت دلوقتي على سويتش 1 شو اي بي راوت فعلا شفت دلوقتي الاربعات بالاو اس بي اف فيا مين مش فيا اي انترفيس حقيقي فيا الانترفيس الوهمي. ميزه اساسا ان اعمل الاسرتش او اشغل اي راوتنج بروتوكول على اسر شانل يعني معنى كده ان انا بعمل لود بالانس على لاير 2 ستيل لاير 2 بالمناسبه مش معنى ان انا حولته لاير 3 ان معنى كده ان لما اجي ابعت الترافيك هلاقي باكت بتتبعت كده وباكت بتتبعت كده لا خالص ده مش زي الراوتر ستيل ده سويتش. يعني معنى كده ان انا لما بعمل لود بالانس ما بينهم الترافيك كله من بي سي 1 ما بيتعملوش لود بالانس بيتعملوا لود ديستريبيوشن. بمعنى لو انا عندي هنا جهاز واحد الترافيك بتاعه كله هيمشي على لينك واحد بس عندي جهاز تاني الترافيك برضو كله هيمشي على لينك واحد بس ده مش زي الراوتر. حتى لو قومت الاسر شانل ده مش زي اللود بالانس اللي موجود عندي على الراوتر تمام. والميزه كمان ان انا دلوقتي لو وقعت اي انترفيس فيهم زي مثلا ان انا جيت على سويتش 1 وهوقع اسر 1 على 0 لو جيت دلوقتي على سويتش 1 وهوقع انترفيس اسر 0 على 1 او 1 على 0 اقول له هنا شوت داون
تمام. طلع لي السيس لوج يقول لي ان الانترفيس ده واقع بس مش اكتر، لكن ما قاليش ان النيبر ريليشن شيب ما بينه وما بين سويتش 4 على البورت ده بالنسبه لبروتوكول الاو اس بي اف انه واقع. شو اي بي او اس بي اف نيبرز ستيل النيبر ريليشن شيب قايمه ومفيش فيها اي مشاكل نهائي. فدي الميزه تاني ان انا اقوم الاثر شانل اعمل عن طريقها لود شيرنج بقى مش لود بالانس، على عن طريق الاثر شانل يعني ما بين تو راوترز او ما بين مثلا تو سويتشز تمام، وحولتهم لراوتد انترفيس. نشوف بس شويه حاجات بسيطه كده. احنا دلوقتي شغلنا بروتوكول مين؟ اللينك اجريجيشن كنترول بروتوكول. لو انا جيت دلوقتي على سويتش 1 مثلا وقلت له شو ال اي سي بي انتر نيبر عشان اشوف مين هم النيبرز بتوعي، تمام، قال لي ان في اوريدي نيبر واحد بس انا شايفاه، مره عن طريق اثر 1 على 0 ومره عن طريق اثر 0 على 1، وده الماك بتاعه، ده الماك فعلا بتاع جهاز اللي هو سويتش 4 تمام. طيب في عندي اوامر تانية، يعني مثلا على سبيل المثال شو ال ال سي بي كاونتر تمام، بعرف فيه عداد يعني نظام عداد في كام باكت ال اس بي باكت سنت وريسيفد تمام. طب افرض دلوقتي ان انا حبيت ان انا اغير البورت باريورتي، احنا كنا قلنا قبل كده ايه البورت باريورتي؟ اللي هو عن طريقها انا بحدد دلوقتي انهي بوركس عندي هتبقى انكلودد جوه التشانل. مينينج دلوقتي سويتش 1 وسويتش 4 انا افترض ان هما متوصلين باكتر من لينك، احنا اتفقنا ان انا ممكن اوصلهم اب لغايه كام؟ اب تو 16 لينك، 8 بس هما اللي هيبقوا انكلودد جوه التشانل بتاعتي و8 تانيين نظام باك اب تمام. مين هما اللي ليهم بورت باريورتي اقل؟ اللي هي باي ديفولت 32768 تمام. اعرف الارقام دي منين؟ لو انا جيت دلوقتي قلت له تاني شو ال اي سي بي نيبر ديتيل انتر، الامر ده فيري هاندي بيديني نفس المعلومات بس بيديني معلومات ازيد شويه، انكلودد البورت باريورتي بتاع جاري، البورت باريورتي بتاع جاري. طبعا انا شايفه اساسا سويتش 4 مره عن طريق اثر 0 اوفر 1 بالباريورتي دي على الديفولت، ومره تانية شايفاها على 1 على 0 بنفس الباريورتي تمام. لو جيت انا دلوقتي بقى هنا على سويتش 4 تحت انترفيس مثلا اي واحد من اللي مشاركين عندي في البندل، انا عملت شت داون ل 0 على 1 اي ثينك شو رانينج على انترفيس اثر 0 على 1 شت داون، يبقى خلينا في 1 على 0 انترفيس 1 على 0 ال اي سي بي بورت باريورتي ممكن ان انا احددها من 65000 من 0 0 لغايه 65000 5 3 5 دي ان انا اخليها مثلا 3000. لو رحت دلوقتي على سويتش 1 وقلت له شو ال اي سي بي نيبر ديتيل، لو بصيت هنا كده على البورت لسه بيديتكت ماشي 0 على 1 على الديفولت ما غيرتهاش، لكن 1 على 0 انا غيرتها ل 3000 تمام. دي الفكره بتاعه اللير 3 اثر تشانل. في اي اسئله فيها؟